مواطنين، احنا مواطنين قاعدين ما فيش ما نسويش ولا حاجه. ليش يضربونا احنا؟ ليه يضربونا؟ يضربوا التنيات الصغار والنسوان الحبل والنسوان نسوان اولادهن على ديهن. خايب يضربوا المستشفيات طبعا، بيرحموش عدو، عدوك ايش ترجع من عدوه؟ فانا بقول من الله انه ربنا ينصرنا ويقوينا ويجبر خطرنا ربنا، لاننا شعب فلسطيني. أي مستشفى يخرج عن خدمة هذا يعني لنا للمنظومة الصحية كارثة كبيرة، يعني أين تتوجه الناس المرضى العاديين والإصابات أيضا بجوار ذلك. طبيعة البشر أن يخاف،